طبعا نزولا عند طلب هذا الأخ أو الأخت تطالب بقصة أم رفيدة مع رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قصة رؤيتها لرسول الله. خلينا نسمع الرؤية ونشوف شو نتكلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بما أني تكلمت البارحة في الدرس أنه كان لأختنا أم رفيدة مشاهدة، يعني مشاهدة هي رؤية يقظة، في رؤية منامية ورؤية يقظة، عندما تذكر الله كثيرا قد يتهيأ لك شيء أو ترى شيء، فإما يكون رحماني وإما أن يكون شيطاني، قد يكون هنا وهناك، ولكن هذا بالأغلب بيكون عند الذكر، عند الذكر، عند الرقية، عندما يعني أنت مكثر في ذكر وأنت جالس لربما تقرأ قرآن فتدخل في مشهد، نعم تدخل في عالم آخر، هكذا هي المشاهدة. كيف انت بتدخل في المنام في رؤية ولكن تبقى نايم وغافي، لكن هنا انت عمال تقرأ في كتاب الله واذا يعني وكأنه سهوت، هكذا سهوت فدخلت في رؤية، ودخلت في رؤية وتتبين لك شيء. مثلا مرات قد ترى مكان السحر، مرات قد ترى الساحر، مرات قد ترى يعني في بعض الأحيان قد ترى السحر، قد ترى ملائكة، قد ترى الجنة، مش الجنة، قد ترى مثلا الكعبة ملائكة، ترى والعياذ بالله شياطين، ترى أمور، ترى أشياء، نعم ترى عناكب، ترى حيات، ترى وجوه مفزعة، وانت بعدك انت عمال تقرأ أو عمال تسمع رقية وجالس، لربما انت مغمض العينين، لكن عندما تقرأ انت مفتح فاتح العينين، فقد تتصور شيء. نعم هذه هي المشاهدة بالضبط، رؤية، الرؤية انت نايم والمشاهدة انت صاحي، صاحي عمال تقرأ، فعندما بدأت تقرأ تشكل لك شيء. خلينا نسمع قصة أختنا أم رفيدة وجزاها الله خير. إذا الله فتح علينا في موضوع آخر إن شاء الله، بس بدي أوصي وصي للإخوة المتابعين على جروبات بلغ عني ولو آية. إخوتي الكرام، أنا بفضل الله والفضل كله لله، قلت لكم كنا نلعب بالاستغفار، يعني الهدف كان 30,000 استغفار، لكن السقف الواطي لعب بالمدة الأخيرة، لعب معي حسب شغلي. سورة البقرة يوميا ما فيش لعب فيها، ما فيها لعب، شايف؟ لأنه في سقف. لما أنت بتعمل لنفسك سقف بالاستغفار، أنت قدسه، أنت قدسه لإلك، بس ما تدل للناس أنه قدسه، ولكن بتنصحهم. يعني أنا إذا قدست 12,000 مش 0,0، عشان هذول بيقولوا ثبت ولم يثبت وما فيش تحديد أوراد، لا 12,000 كما فعل سيدنا أبو هريرة، إن شاء الله منعيشه، لكن 12,000 سيدنا أبو هريرة ثبت على 12,000، أنا بديش أثبت، أنا بدي أزيد، يعني 12,000 هي أقل شيء، أقل شيء 12,000. فلما بتحدد لنفسك هذا الشيء وبتبقى تراقب، بالله عليك، يعني كنت أنا يعني كلما زاد انشغالي في القناة رغم كل الذي حدث على الجروبات، والله الحمد لله رب العالمين، لا رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة، والله الذي مع الله لا يخاف ولا من شيء، لا يخاف، لا يخاف، لا يخاف أبدا أبدا، مربوط على قلبه تتجلى الحكمة أمامه، ما الذي فعله الله في هذه العكرة التي حدثت فيها لجروبات. والله يعني أنا قلت لكم وأقول لكم، أنا الجروبات لإلكم مش لإلي. أنا بال 2015 عندما أمطرت وتكلمت عن مطر استغفار، نزلت تدويني
في 2022 2015 ومطرت وقضى الله عني دين $80,000 وكان اتباعا وأبطل عني السحر الذي كسر ظهري وكل هذه الحياة التي كانت في 2015 كان تيه سنين طويلة عشرات سنين من الديون المتراكمة وفقط جرها من سنة إلى سنة غير تجارات غير مكان تجارة أنقل محل الشغل تبعك من هنا إلى هناك من شارع إلى شارع عسى أن يتغير الواقع ولم يتغير لكن عندما لازم الاستغفار تغير الواقع. أنا أعتذر أني أجنح لكن لازم أبين أنه إحنا الحمد لله رب العالمين فبالاستغفار عندما أمطرني الله جل في علاه بال 2015 وخطفت ثمار استغفار كاملة كلها والله الحمد لله رب العالمين وتغير واقعي بال 2015 طبعا أنا قلت أني أنا انتكست بسبب أني نسبت فضل الصلاة والدروس اللي كنت أعطيها في المساجد سألوني الشباب من أين لك هذا محمد قلت هذا اجتهادي فأطفى الله كل شيء. هذا الكلام موجود في قصة مع الاستغفار. طيب الآن إحنا بنتكلم على بال 2022 أول تدوينية ما إن بدأت أستغفر ب 30,000 استغفار وإذا السماء ملبدة بالصيف بشهر 6 تذكرت المطر الذي كان بال 2015 نزلت تدويني مباشرة أول عطاء الله هو المطر فجاء المطر بعد تقريبا 17-18 يوم بعد 18 يوم تقريبا طبعا الراصد بيعطي 10 ايام والله ما تفقدت الراصد لما كتبت التدوين اقسم بالله ما تفقدت لكني تفقدت لربما بعد 6-7 ايام او 8 ايام لانه لا بيعطي ما بيعطي يعني لو تفقدت مباشره ما فيش مطر لكن الراصد هو بيعطي 10 ايام لكن يعني زي ما تقول بالاسبوع الاخير هكذا تفقدت واذا في بيعطي عمال يعطي 3 ايام مطر الراصد عمال يعطي 3 ايام مطر وكان الله جل في علاه بيقول لي يعني كمل استمر يعني هاي اول بشاره ان الله عمال يؤيدني. طيب وصلنا ليوم المطر كيف بعت الراصد بيعطي اليوم مطر فثلاث ايام بداوا يتلاشوا ساعه في مطر وساعه ما في مطر الراصد هكذا جوجل يوم يعطي ساعه يعطي مطر ساعه مش يا رب انا قد رايت المطر ولكن الاخوه لم يروا المطر فيا رب يعني أمطر السماء يعني أمطرها والله وصلني مطر من منطقة عكا تصوير نعم وصلني من 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 مناطق عدة هنا عندنا في البلاد بالداخل بدأوا وكانوا يراقبوا كأنهم كانوا يراقبوا نعم كله ساكت فيش تعليق لكن عندما جاء المطر أنا أرى فوق بيتي الغيم وهكذا وبدأت المطر كأنه أول زخات مطر كانت في منطقة عكا هي بعيدة عني تقريبا 15 كيلومتر بالشارع مش أفقي لربما 5 كيلومتر أفقي 6 كيلومتر أفقي لربما لكن بالشارع بتعرف لربما 15 كيلومتر يبعد عني عكي من هنا. المهم بدأوا يبعثوا رسائل بصور المطر فالحمد لله رب العالمين وهذه الجروبات أنا أنشأتها لإلكم مش لإلي لإلكم إذا في واحد عنده سؤال نجيبه مش عشان تفوت وتدردش أخي الكريم بديتك تعبد الله بديتك تقطف ثمار معرفة الله بديك تعرف الله هدف أن تعرف الله إذا عرفت الله هانت عليك كل شيء الله سيربط على قلبك هو أصلا الله عطل عليك كل شيء بسبب أنك لا تعرفه لا تعرف من يرزقك من يطعمك من الذي خلقك من الذي أنت بتقول كلام المشكلة يا جماعة خلينا نفهم ما يقول اللسان لا يشبه ما يصدقه القلب لا يشبه نحن نكذب الذي يقول رزقي على الله ويحارب أخاه لأنه ما شرى من عنده من دكانته فكيف هذا تصدقه فليذهب أخي إلى أينما يهدب أنا رزقي على الله أنا بأخذ بالأسباب إني أنا فاتح متجر مثلا وعندي بضاعة جميلة والباقي على الله نعم فهذا الأمر أمر الله وأنا قلت لكم بس نسيت إني أقولكم لما بتعمل لنفسك سقف شايف قديش صار السقف يعني كل يوم فوقي 17-18-20,000 طب أنا كنت ساوي 5-6 لولا الحكمة من إنه المرض عاد إلي لا
شوي شوي. ما أظن أنا على القناة بتكلم معاكم وما نبقرأ سورة البقرة، لو ربما بصير انشغال أكثر من اللازم وأنا أدخل على القصص أكثر من اللازم بتأخر أكثر من اللازم. وأنا بفضل الله دائما كل يوم كل يوم كل يوم فضل من الله، يعني أنا عند والدي للساعة 5 كل يوم إلا يوم السبت، كل يوم عند والدي كل يوم من الصبح للساعة 5 مساء، وعندي يوم الأربعاء مبيت عند أهلي. فما كل هذا لم يشفع لي لا قناة ولا صورة البقرة ولا مبيتي وعند أهلي كالاستغفار، وكأنه الاستغفار هو مفتاح العبادات. عشان تثمر بر الوالدين بدك استغفار، عشان يثمر الصلاة على رسول الله. انت بتصلي على رسول الله بتنقضي عنك امر، بتحب الرسول عليه السلام فبينقضي عنك امر، همي اني ازوج فزوجت، نعم همك انك ترى رسول الله قد ترى رسول الله. لكن جميل يا عمي ان نصلي على رسول الله، لا تفهموا كلامي غلط، لكن هذا كله انا بدي احفظ كتاب الله، هذا لا يحيي امه. انت حفظت كتاب الله لنفسك، وأنا صليت على رسول لنفسي، وذاك قام الليل لنفسه، وكل يقول. لكن الاستغفار فيه مطر لأمة، الاستغفار فيه ويمددكم بأموال، الاستغفار سيعم على البيت كله، سيبدأ الخير يلف البيت، يلف من حولك. نعم، وهذا هو بيت القصيد. قد تمطر بلد في شخص. سنصلي على رسول الله، لا أريد أن أتشعب، لكن سبحان الله هذه الجروبات أنشأتها عشانكم، فلا تضيعوا الوقت داخل هذه الجروبات، لا تضيعوا. إنسان عنده سؤال ممكن 90% من أسئلتك. يعني اليوم أنت بعثت لي رسالة، اسمع مليح، اليوم بعثت لي رسالة، أنا ما رديت على الرسالة، ما شفت رسالتك، أنت استغفر. سألت سؤال 10 أسئلة، 10 أسئلة عندك. اليوم بعثت رسالة لمحمد حجازي في 10 أسئلة، محمد حجازي لم يرد عليك خلال 3 أسابيع، وأنت لازلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. مستغفر طبعا، تارك الذنب مقبل على الله، صلاتك في وقتها. نعم، أنت بدأت تركض إلى الصلاة، بدأت تغير، ما غيرنا، مش أنا جالس فقط بعدني على التلفاز وبعدني على الكلام الفارغ وجالس في الجروب يلا دردش معي مسبحة، وبالآخر أنا عندي 30,000. لا، بدك تغير أخي الكريم، تغير حياتك، بدك تغير انتباهاتك، أولوياتك. نعم، ذكر الله، فبدك تغير واقعك. بطلنا مسلسلات، حاول انك تركض قدر المستطاع الى المسجد، غير 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 غير. فأرى الله يا ربي انا غيرت، بدأت بالتغيير. فالزم الاستغفار، والدردشي ما بتفيدك، بفيدك انك انت لما بتستغفر وتستغفر وتستغفر خلال 3 أسابيع هذولا، انت تركت الرسائل وانا لم اراهم 3 أسابيع، او خلينا نقول لشهر، سأرجع عليك وأنت لربما بعد في قلبك سؤال واحد، من اللي جاوبك؟ الله. كان عندك موضوع فلاني انحل، والموضوع الفلاني حله الله بالاستغفار، والموضوع الثالث انحل بالاستغفار. هذا إذا أخذت الاستغفار محمل الجد، وأنت بطل في عندك اهتمام لإني أجاوبك ولا لا، لأنه الله حل لك إياه. أخي كم أستغفر حتى إنه الله يعني يفتح علي بزواج؟ تجد إنك لربما انخطبتي، خلص بطل كم استغفر، وصل الجواب. اخي كم استغفر حتى انه الله يعني يقيم الخوف من قلبي؟ ترى نفسك انك قد ذهب الخوف منك، انت كنت سائل قبل اسبوعين، ذهب الخوف، ذهب القلق، ذهب الوسواس، ذهب كل شيء، بدأت الامور تستقيم معك. لربما بقي عندك امر واحد من كل التعطيلات، عندك 10 تعطيلات فبقى واحد يمسك الله فيه. وصلت؟ أنت ألزم الاستغفار وأكثر. فلا تشغل نفسك في الجروبات، الجروبات تركناها لأني لا أستطيع أن أصل للجميع. ثم عينا مشرفين أساسي يأتوا بسؤالك
والأسئلة يعني تجمع ثم تنقل إلي. وإذا كان في عندك قصة وصلت إليها يعني وصلت إلى يعني قصة اليوم الحمد لله رب العالمين، يعني في عندك قصة استغفار أو سورة البقرة أو سؤال هكذا، فاليوم الحمد لله رب العالمين بلغ عني والآية وصلت إلى مشارق الأرض ومغاربها، الناس سمعت من القصص ما سمعت، فالموضوع الآن انتقلوا إلى معرفة الله، ننتقل إلى معرفة الله. فحبا في رسول الله نسمع هذه الرؤية لأختنا أم رفيدة، وإن شاء الله هذه نصيحتي إنك امسح مسبحتك، غير واقعك، لا تجلس في مكانك وفقط إنك أنت اذهب إلى المسجد، اجلس في زوايا المسجد، شغلك، اترك الغيبة، اترك الغش، اترك تضييع الوقت، لا تأكل حقوق الناس في عملك، لا تبهت الناس، ابدأ غير، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ابدأ بالتغيير. قل أنا كنت أتراخى في العمل عند معلمي، ومعلمي يعني بيعطيني أجار، فأنا سأشد حالي بالعمل عشان يكون أجاري حلال، عشان إذا أنت شديت حالك ويعني نتجت أكثر فالدولة سوف تكون أقوى، سنكون أفضل، سيتغير الحال، بيطلع لك بعدين تنصح، بيطلع لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مش أنت أهل للمنكر وتأمر بالمعروف. نعم ابدأ غير. خلينا نسمع قصة أم رفيدة، يعني ممكن أنك أنت تلزم الصلاة على رسول الله مثلا 100 200 300 كما تشاء، لكن احنا بنركز الآن أولا على الاستغفار، أولا نعيش آية واحدة عشان نعرف الله فيها، شو فيها الاستغفار، كل إشي فيه الاستغفار، حب رسول الله، يعني أحسنكم أخلاقا أقربكم إلي منزلة. فأنت عشان لازم يكون أنت إنسان مراقب لنفسك، مش غيبي ونميمي، مش سب وشتم وربا وأكل حرام كل هذا وبالآخر أنت بدك تشوف رسول الله وعمال تصلي على رسول الله، مش راح تزبط معك، لازم تتوب تترك الذنوب وتثمر الصلاة على رسول الله معك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. سأروي إن شاء الله القصة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. سأروي إن شاء الله القصة التي بدأت وأنا كنت في الجنوب الجزائري في مدينة ورقلة تحديدا، وكنت راجعة إلى العاصمة في طريق العودة إلى العاصمة. طريق الذهاب كنا يعني بتت ليلة واحدة في الجنوب ورجعت للعاصمة مستعجلة جدا، زوجي كان عنده أشغال في العاصمة تنتظره، أمر مستعجل لا يمكن تأخيره، لكن كان يجب أيضا أن أذهب إلى مدينة ورقلة. المهم انطلقنا من الجزائر العاصمة باتجاه ورقلة، انطلقنا يعني تفهمنا أنا وزوجي أنه إن شاء الله يكون نقسم المسافة، يعني ذكر استغفار صلاة على النبي إلى آخره، اتفقنا في ذلك وانطلقنا، وكان الأمر كذلك، يعني المسافة كلها بفضل الله استغفار صلاة على النبي، يعني ربما زوجي كان يقول تاج الذكر كذلك، أنا لا أذكر أني كنت أقول تاج الذكر. ذهبنا إلى مدينة ورقلة متوجهين لأجل موضوع ما، فعندما وصلت وجدت أنه الموضوع أجل، لأنه الأشخاص اللي أنا كنت مرتبطة على أساس الموضوع هذا يكون بيني وبينهم لم يدخلوا ورقلة بعد، لم يدخلوا مدينة ورقلة بعد، وأنا لا يمكنني أن أزيد ولا ليلة واحدة، يعني كنت جاي على أساس أبيت ليلة واحدة، قطعت مسافة 800 كيلومتر. فحزنت جدا، الموضوع فيه جانب شخصي، حزنت جدا 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 جدا، لأنه في شخص قريب من دمي من محارمي كنت أريد أن أراه، لم أتمكن من ذلك، وأنا راجعة 800 كيلومتر، يعني قطعت 800 كيلومتر ولم أرى هذا الشخص الغالي علي واللي هو من محارمي، قريبي جدا جدا، يعني لا أريد أن أخذ في التفاصيل لأنها شخصية جدا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. قلت له زوجي هل يمكن، قال لي لا يمكن أبدا أن أضيف ليلة واحدة وأنت تعرفي الموضوع اللي منتظرني في العاصمة.
كان الأمر كذلك، فانطلقنا يمكن بحدود يعني والله نسيت التوقيت، لكنه كان ظهرا. فكنت حزينة، وبالتالي لم أتكلم يعني حتى مع زوجي، مثل ما كنا جايين كنا اتفقنا على الذكر وإلى آخره، فلم أكلمه في هذا الموضوع. بيني وبين نفسي قلت سأقسم المسافة، جزء إن شاء الله استغفار وجزء آخر صلاة على النبي. فالمهم إن شاء الله أكون متأكدة من موضوع الاستغفار، لكن اللي أنا متذكرته بقي عالق في ذهني أني يعني بدأت الصلاة على النبي. هذه مسافة 800 كيلومتر، من اللي بيعرفوا اللي في الجزائر بيعرفوا المسافة بين ولاية ورقلة الجنوب الشرق الجزائري إلى العاصمة، وأنا في العاصمة في مدينة شوية داخلية، يعني أنا في العاصمة في منطقة رويبة، لمن يعرف رويبة، مدينة رويبة أو بلدية رويبة عفوا. فانطلقنا وبدأت بيني وبين نفسي، بدأت الصلاة على النبي، بدأت أصلي على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأنا في غصة في قلبي وأريد مواساة، أريد من يواسيني، يعني ما عرفت شو أقول، يعني لمن تشكو، يعني الشكوى لله أفضل الشكوى، أن يشتكي المؤمن لربه. فبصلي على النبي، بصلي على النبي، بصلي على النبي. قربت من منطقة زلفانة، منطقة فيها حمامات طبيعية، فأنا صرت قريبة جدا من زلفانة، أقرب من مدينة ورقلة، خلاص يعني قطعت يمكن 100 كيلو عن مدينة ورقلة، أو يعني 100 كيلو ماني عارفة قديش بالساعة، لكن ربما يكون مسيرنا بالسيارة لم يكن سريعا جدا. فالمهم لا أعرف كم مضى من الوقت أو كم صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. الصيغة كانت اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم بارك على سيدنا محمد، أحيانا بتكون اللهم صلي على محمد، أحيانا اللهم صلي وسلم بارك على سيدنا محمد، المهم بهذه الصيغة. ولم أكن مركزة يعني في الصيغة، في أنا كان نيتي إني يعني أخذ أجر، لم تكن نيتي أن أرى شيء أو أن يحل شيء، أو خلاص الموضوع اللي جيت عليه لم يتم. فسبحان الله، وإذا بكل شيء يتوقف أمامي. عندما أنظر لليسار أرى زوجي، عندما أنظر للأمام كل منطقة اللي فيها يعني مرآة السيارة هذه الأمامية، الزجاج عفوا، زجاج السيارة الأمامي، فلم أعد أرى، كأنه الزمن توقف، لم أعد أرى أي شيء يعني غير زوجي على يساري، وأنا بجانبه في الكرسي اللي بجانب السائق. فبدأت أرى شيء، يعني شيء ينار، يعني شكل بدأ يتشكل أمامي شيء، هذا الشيء بدأ يظهر، كأنه يظهر ضبابيا ويذهب، ضبابيا ويذهب، وأنا بركز معاه، أنا بركز معه وأقول أنا اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، يعني كنت بقول بصوت خافت. فبدأ هذا الشيء الذي أراه يصير يعني ملامح نصف جسم رجل، نصف جسمه، فصرت أنا أرى، أتحقق مما أرى، ذهلت، وأنا كل ما أدقق كل ما يزداد المنظر أمامي وضوحا، كل ما أدقق في النظر كل ما يزداد الأمر وضوحا. أنا الآن وأنا أكلمكم والله أنا تعود لي الصورة، أنا هذه، وأنا سبحان الله من لما شفت هذه، لما شفت هذا الأمر صرت بيني وبين حالي أتذكر ذلك المشهد، فصرت أرى ملامح سأصفها، أنا لن أقول غير ما رأيت. هذا الذي أنا أتذكره الآن، أنا الآن وأنا أكلمكم هذا في ذهني، أنا لا أقول هذا الآن أنا أراه بأم عيني، لكن هذا في ذهني وعيناي مفتوحتان وأنا أكلمكم، والله على ما أقول شهيد. هذا أمامي الآن رجل عريض المنكبين، شعره مدرج قريب من الكتف، شعره يكاد يلامس الكتف، شعره مدرج أسود لكنه أملس
ناعم، ليست لديه غرة، الشعر كله في فرقة شعر في الوسط، جبينه تميل إلى يعني ليست عريضة اللي هي ما هي محببة، لكن جبين بارزة. هذه الجبين فيها لمحة زهرية بعض الشيء. حاجباه مكحلتان وعيناه مكحلتان بدون كحل، أبيض العين أبيض وسواد العين أسود. له رمش مكحل سبحان الله، وله وجنتان بارزتان بعض الشيء. أنف ليس الأنف ذاك الأنف اللي هو يعني عجيب في الدقة وفي الجمال، لكنه أنف يعتبر ليس صغيرا جدا بحيث أنه يكون يعني دقيق جدا، لكنه أنف باين فيه العزة، أنف مرتفع، بداية الأنف مرتفعة بعض الشيء. شفتيه ليستا رقيقتان، مملوءتان بعض الشيء، شكلهما دائري شوية لكن فمه متسع بعض الشيء، وأنا هذا ما رأيته في أول مرة. وجنتاه فيهم لمحة الزهريتان، له ذقن، ذقن ليست الذقن تلك التي يعني تصل إلى الوجنتين، يعني وكأنها في منطقة الوجنتين العليا، لا، الذقن ترتيبها جاي في الوجن في نصف الوجه السفلي، ذقن ليست كثيفة جدا، ذقن كأنها مشطت الآن للتو، كأنها مشطت للتو ودهنت للتو. هذا ما أنا أحاول أن أتذكره في مخيلتي وأنا أسجل هذا المقطع. أنا أرى هذه الذقن التي وكأنها دهنت بشيء أو عطرت بشيء ومشطت، وكأن بها ربما شيبة أو شيبتان، ليس كثير يعني، أو ربما شيبتان، ربما حوالي، أن أقول الآن وأنا يعني أتذكر، ثلاث شيبات، بما أنها في مقابلني الصورة فثلاث شيبات في الجهة اللي مقابلتني، وبالتالي هي في الجزء اليسار من الوجه، وشيبتان على الجزء اليمين من الوجه. وجهه يميل إلى أنه وجه، يمكننا أن نقول أنه وجه عريض، ليس وجه طويل، يمكننا أن نقول هو يميل إلى أنه يكون وجه عريض وليس طويلا. فمه إلى الاتساع قليلا، دقنه ربما نازل على منطقة الدقن نفسها حوالي ربما من 5 إلى 7 سنتي، يعني تمسك الدقن بإيدك عادي. دقن كثيفة ثقيلة، بتحسها مو كثيفة مشوهة، لا، كثيفة ثقيلة وكأنها دهنت بشيء. كتفين عريضين، يرتدي قميصا كأنه صوفيا ولكن كمه ليست طويلة، ويضع شيء على كتفه، رأسه شعره مبين كله، شيء على كتفه. عندما رأيت قلت يا زوجي، قلت يا محمد إني أرى رسول الله، عرفت أنه رسول الله. أنا لما شفته، أنا سامعة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأيته أول ما رأيت هذا المشهد، وكل ما دققت اتضح أكثر، قلت يا محمد إني رسول الله، إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زوجي يا خيرك يا ربي، بالجزائري يعني، قال لي يا خيرك يا ربي. ألتفت إلى زوجي وأعود للمشاهدة وأنا أرى، ثم تبادر في ذهني أنه قد ربما يكون هذا من الشيطان، أنا أتخيل، أنا كنت حزينة وربما الشيطان بيتلاعب بي. قلت في نفسي لو أنه رسول الله كيف أعرف؟ رسول الله لديه فلجة بين رباعيتيه، كيف أعرف أنه رسول الله؟ فوالله إخواني رفعت رأسي وأنا أفكر في هذه الفكرة، وكأنه عرف ما في دماغي، ما في رأسي، عرف الفكرة، فتبسم لي فزدت ذهولا وقلت له يا محمد إنه رسول الله، أنا أرى الآن الفلج بين أسنانه، وأنا لا أشعر لا بالزمان ولا بالمكان، غير ولا أني في السيارة ولا أي شيء، غير أني عندما ألتفت لليسار أرى زوجي. هذا هو التسجيل، وأنا أحاول أن أتذكر الآن، فحسب ما أتذكره الآن، أنا أحاول أن أتذكر الصورة التي رأيت، فأعتقد أنها بحدود 3 شعرات شيب في الجهة اليسرى، بما أنها مقابلتني أنا أراها،
الجهة اليسرى ثلاث يعني شعرات شيب بيض، وليسوا بيض بيض بياض يعني كثير، لا كأنهما رماديتين وربما شعرتين أو في الجهة اليمنى، وهذا ما يظهر لي. وأنا في الرؤية الحقيقية لم أراه، ولكن ابنتي فاطمة الزهراء رأته، رأت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهي جالسة في أرجوحة كلها ورود، والنبي صلى الله عليه وسلم يترجح بها يؤرجح بها، ورفيدة كذلك رأته، وأنا لم أتشرف بأن أرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية. هذا ما حصل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. لا أحد مطالب أن يصدق هذا، أنا رأيته وأنا سعيدة به، ولا أحد، لا أريد أحد أن يصدق ولا أريد أحد أن يرى فيه شيئا، أنا أقلكم جميعا جميعا أقلكم. ومن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كثر، عمات أولادي أنا هناك من رأت النبي عدة مرات، والله عمات أبنائي رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤى عدة مرات، يعني لدي اثنين عمات أبناء اثنين، واحدة رأته ربما مرتين أو ثلاث، أما الأخرى فرأته مرارا وتكرارا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، نسأل الله أن يرزقنا جميعا رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام والإكثار من الصلاة عليه جل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونسأل الله أن يرزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعنا به في حوضه في على الحوض في الجنة إن شاء الله. ننهي هنا إن شاء الله، سيكون لنا كلام في المواضيع التي طرحتها، في هناك كلام عن سورة البقرة والأعراض التي تصيب قارئ سورة البقرة، عليه كل من يصيبه أعراض عليه أن يتحصن ويستمر إن شاء الله وسيتغير الحال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.